يعطيك العافيه. حابب اتكلم عن مرض مهم جدا في فصل الشتاء يصيب الاطفال تحت عمر السنتين، هو التهاب القصيبات الشعريه عند الاطفال. طبعا هذا المرض فيروسي، فايرال انفكشن. اعراض هذا المرض ترفع حروري خفيف، سيلان الانف، العطاس، بالاضافه الى السعال. ميزه السعال انه بنسمع فيه مثل الويزنج، الصدر بيكون متسرع التنفس، الطفل بيكون متعطش للهواء، ممكن بعض الحالات الشديده يصير عندنا زرقه حول الفم. شو هي الحالات اللي لازم الام تراجع طبيب الاطفال؟ تسرع التنفس عند الطفل، ايضا ممكن ترفع الحراري عند الاطفال، الزرقه عند حول الفم تستدعي تدخل طبيب الاطفال، وايضا استمرار السعال لايام وعدم استجابته على الادويه. نتمنى السلامه لكم ولاولادكم، يعطيكم الف عافيه.